السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة المهندس أنس حمايدة، مالك شركة البعد الزمني للوكالات التجارية في منطقة عمان. مالك سعادة المهندس أنس حمايدة، بالبداية نرحب فيك برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، بنحكي لك مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. سعادة المهندس أنس، أنت أشهر من أن تعرفك مالك شركة البعد الزمني للوكالات التجارية. حابين نعرف السادة المشاهدين من هو سعادة المهندس أنس حمايدة. أنس الحمايدي مواليد 87، خريج هندسة كهرباء من جامعة البلقاء التطبيقية. نعم. من فضل الله بدأنا في هذا المشروع من تقريبا 3 سنوات مع شريك لنا المهندس أحمد عمارة. نعم. وهو الآن في السعودية، ومن فضل الله استطعنا أن نوصل لمنتجات تضاهي في جودتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي في الدول اللي حوالينا في المشروبات الساخنة. نعم، جميل، أتمنى لكم التوفيق بالبداية سعادة المهندس أنس حمادة في هذا المشروع في هذه الشركة. الآن تحدث عن تأسيس هذه الشركة، متى تأسست؟ تأسست في 2013 تقريبا، 2014. نعم. سعادة المهندس أنس، أيضا نتحدث عن الخدمات اللي بتقدموها في هذه المؤسسة. احنا بنختص بشكل أساسي في موضوع المشروبات الساخنة الانستنت الجاهزة. نعم. اللي فقط أضف ماء ساخن حتى تحصل على المنتج أو المشروب الساخن اللي أنت بتفضله. نعم. ومن فضل الله بنشتغل على عدة نكهات أو 8 نكهات بشكل أساسي. نعم. بنشتغل على الكابتشينو، الهوت شوكولت، السحلب، العدس، النسكافيه، الحليب بالزنجبيل، الحليب بالفراولة، الموكاتشينو. نعم. المواد الأولية ساعة المهندس أنس حمايدة، المواد الأولية كلياتها مستوردة وبتم خلطها هون في عمان. نعم. طبعا كلياته تحت إشراف ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ماخذين تراخيص كاملة وجاهزة بإشراف برضو مؤسسة الوصفات والمقاييس الأردنية. نعم. نعم. يعني هل يوجد تنسيق وتعاون بين الغذاء والدواء وشركة البعد الزمني للوكالات؟ قطعا، الغذاء والدواء هي المشرف الرئيس على كل الشركات العاملة في هذا المجال او في مجال الأغذية، وبتتعهدها بزيارات دورية، في فحوصات، في نتائج مختبرات. يعني بتعاونوا ما شاء الله. لا، ما شاء الله عنهم. ما بتحب توجه لهم رسالة شكر؟ بنشكرهم. نعم. على رأسهم المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء. نعم. يعني مهندس أنس حمايدة، نتحدث احنا ايضا نشكر الغذاء والدواء، يعني نشكرهم دعمهم دائما للقطاعات المختلفة من الشركات والوكالات. سعادة المهندس أنس حمايدة، تحدث عن عدد الكوادر في هذه الشركة. عندنا كادر تقريبا من العاملين بمعدل 6 عاملين في داخل المصنع. نعم. و4 عاملين خارج المصنع. نعم. يعني سعادة المهندس أنس، يعني يعني أكيد بتشتغل بعدة وكالات، أيضا في وكالات راعية لهذا المشروع. احنا الوكاله الرئيسيه تبعتنا اللي هي هاي كاب. نعم. بنشتغل عليها بشكل اساسي. نعم. وبننشرها سواء في المستوى الوطني او في المستوى الاقليمي. جميل. يعني شو بتتميز هذه الشركه عن شركات اخرى مع احترامي لكل الشركات؟ من فضل الله سبحانه وتعالى في عندنا احنا معيارين اساسيين دخلنا عليهم بشكل اساسي، موضوع الجوده، جوده المواد الخام اللي انعكست على جوده المنتج. نعم. والنقطه الثانيه موضوع المواد الصحيه المستخدم، فما بنستخدم اي مواد ملونه او حافظه او ضاره بالصحه. نعم. كل المواد موافق عليها من مؤسسه الغذاء والدواء الاردنيه او من هيئه الغذاء البريطانيه اللي هي تعتبر العالميه. نعم. سعادة المهندس انس حمايدة، كيف ترى تطور هذا القطاع؟ هل هو متطور بشكل ملحوظ؟ هذا القطاع يعتبر قطاع مواكب للعصر الحالي، حيث. نعم. كنا يعني نرنو نحو السرعة ونتجه نحو السرعة. موضوع الانستنت سوب أو الانستنت كوفي هو قاعد بتحرك عند الإنسان بشكل سريع. أنا الصبح بدي أصحى الصبح، عفوا، ما بدي أقعد ربع ساعة وأنا أغلي مي وأعمل كاسة القهوة أو كاسة النسكافيه أو لا، بدي خلص، عفوا. حتى إحنا الآن عندنا العدس، شربت العدس فقط ضيف مي ساخن وبتحصل على عدس، وبتفت معها خبز وبتستمتع. نعم، جميل. يعني بضم صوتك سعادة المهندس أنس حمايدة، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لهذه الشركة، شركة البعد الزمني للوكالات التجارية؟ نحن نرنو بإذن الله أن نكون رقم واحد على المستوى المحلي في موضوع المشروبات الساخنة وإنتاجها. نعم. بالإضافة بإذن الله أن ننقل هذه الفكرة وننشرها كمنتج أردني بجودته الأردنية على مستوى الإقليمي في الدول المجاورة. إن شاء الله نتمنى لكم نجاح. مهندس أنس، سعادة المهندس أنس الحمايدة، هل تواجهون أي مشكلات أو عقبات قبل افتتاح هذه الشركة أو في الوقت الحالي؟ كل مشروع لابد من عقبات ولابد من مشكلات. نعم. لابد من تحديات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تجاوزها والاستمرار في قدومها. نعم. الحمد لله دائما وابدا. سعادة المهندس أنس حمايدة، اكيد حابين الان نوجه رساله. سعادة المهندس أنس حمايدة، انت شاب من فرسان التغيير ما شاء الله عليك، كونت حالك، كونت شركه، نوجه رساله نبعد ثقافه العيب عن الشباب والشابات الاردنيين.
الموضوع ما في عيب. عفوا انا مهندس كهرباء وبشتغل في تخصصي مع شركه امريكيه في قطاعي في هندسه الكهرباء. نعم. لكن مع ذلك ما وجدت من العيب اني انا افتح مصنع في البدايه اشتغل بايدي، وحتى في البدايه اوزع في ايدي واطلع على السوق المحلي وازور الزباين. نعم. ما في شيء اسمه عيب، بالعكس هذه ارزاق وهذا نعم. شيء لابد ان نسعى له. نعم. يعني سعادة المهندس أنس حمايدة، مسار على الضرب وصل وكل مجتهد النصيب. سعادة المهندس، نحن نعيش بمنظومة نعمة أمن أمان، الحمد لله على نعمة الأمن أمان بفضل رب العالمين بفضل القيادة الحكيمة والجهات الأمنية. لو قدر لك أن تقابلت في هذه الأيام مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة المايك معك والكاميرا وراك؟ تفضل. لابد من توجيه الدعم وكل الدعم للشباب، الشباب الأردني شباب طموح. نعم. طبيعة دولتنا الأردنية دولة محصورة في الإمكانيات، ما في عندنا موضوع الوظائف. نعم. لذلك لابد من توجيه مشاريع مخصصة لدعم الشباب الأردني. نعم. والعمل على إنجاحهم عن طريق مشاريع ومبادرات وطنية ترنو وتعمل على دعم الشباب في إنشاء مشاريعهم الخاصة المستقلة حتى يخرج من أطر وبوتقة الوظيفة. نعم. يعني احنا بنشكر ايضا جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم دائما لفرسان التغيير والحماة الوطن والعين الساهر. شو بتحب تجول مرسالة سيد ساتر؟ بنوجه لهم كل الشهر كل الشكر والاحترام. عفوا، لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهودهم ما بستطيع الباصات تطلع بأمن وأمان من إربد إلى العقبة. نعم. بطلع بالنهار بطلع بالليل بيوصل براحته، ما بتعرض لأي مشاكل على الطريق. نعم. احنا بنحكي عن طرق خارجية ومقطوعة. لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهود النشام الأمن العام ما بنستطيع ان نجلس هون امنين مطمئنين في مصنعنا بنشتغل براحتنا بكل نعم نعم. يعني الله يديم من نعمه الامن والامان، الله يديم نعمه الامن والامان على جميع الدول العربيه. مدام وجد الاستقرار دائما وجد الاستثمار. لسعاده المهندس انس حمايده، قبل نهايه هذه الحلقه حابين نحدد للساده المشاهدين موقع هذه الشركه وايضا ارقام الهواتف عبر الويب سايت ايضا اذا لديكم او التواصل الاجتماعي. بشرفنا تواصل جميع المحبين والمتابعين على موقع الشركة في عمان مارك الشمالية. نعم. بجانب مصانع الكسيح. موقعنا على الويب سايت highcup-jo.com. طبعا داش جو لأننا بنفتخر إن صناعة أردنية ومن فضل الله بننافس فيها على المستوى الإقليمي. نعم. أرقام هواتفنا 079-061-7692. نعم. أو 078-799-9963. نعم. الأرقام أكيد ستظهر على الشاشة عن زميلنا مهندس التصوير سيد أحمد الخالدي. منركم توفيق سعادة المهندس أنس حمايدة. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام تقدم بالشكر الجزيل لسعادة المهندس أنس حمايدة مالك شركة البعد الزمني للوكالات التجارية في منطقة عمان ماركان. منركم توفيق سعادة المهندس أنس حمايدة وشكرا جزيلا لكم لدعمكم لهذا البرنامج الوطني عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية، إنجازات وطنية. اهلا وسهلا فيكم، بتشرفونا ونشكر فريق العامل على موضوع على مشروع على برنامج انجازات وطنيه. كل الشكر والاحترام. نعم. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. رصد بالعمل الهامة، انت اردني اهل الكرامة.